للعام العاشر على التوالي مؤسسة مصر الخير متواجدة مع حضراتكم بحملة صك الأضحية. حملة صك الأضحية دايما شعارنا فيها هو الجودة، جودة المنتج، جودة اللحوم، وإن احنا نقدر نوصل اللحوم الخاصة بالمؤسسة لكل الأسر المستحقة وأكبر عدد من الأسر المستحقة داخل المحافظات كلها المستهدفة بالنسبة لنا. صك الأضحية السنة دي تكلفته 9900 جنيه للمتبرع. يقدر المتبرع النهاردة من خلال فروعنا المنتشرة في شتى المحافظات ومكاتبنا الميدانية المتواجدة في شتى المحافظات إن هو يتبرع بتكلفة الصك. ده طبعا بالإضافة إن احنا السنة دي عندنا صك الخير. صك الخير ده هدفه الرئيسي لما فكرنا فيه كمؤسسة إن احنا نوصل لحوم الأضاحي لأهلنا في قطاع غزة. صك الخير بالنسبة لنا يمكن أول سنة يكون متواجد معانا السنة دي، هو تكلفته 8500 جنيه. صك الخير ما بيتم توزيع كامل الصك وكامل اللحوم الخاصة بالأضاحي فيه للأسر المستحقة في قطاع غزة، ده بالإضافة لأن بعض الكميات اللحوم المتواجدة فيه بيتم إدخالها في عمليات الإطعام المستمر داخل محافظات الجمهورية. ده بالإضافة طبعا برضو أن أنا حابب أكلم حضراتكم عن كيلو صدقة. كيلو لحوم صدقة ده المتبرعين والشباب اللي ما بيبقاش عندهم مقدرة النهاردة ان هم يروحوا يدفعوا تكلفة صك كامل، سواء صك اللحوم الاساسية بالنسبة لنا بتكلفة 9900 جنيه للصك البلدي او صك الخير بتكلفة 8500 جنيه، فبيبقى عنده المقدرة او عنده الرغبة ان هو يساهم ولو بجزء بسيط من التكلفة ديت في انه يقدر يوصل برضو لحوم صدقات للاسر المستحقة بالنسبة لنا. كيلو لحوم الصدقة ب 400 جنيه يقدر المتبرع النهاردة من خلال فروعنا وقنوات المختلفة بالنسبة لنا لتلقي التبرعات ان هو يساهم بتكلفة كيلو صدقة او اثنين او ثلاثة او اربعة زي ما هو حابب او وفقا لمقدرته المالية. وفي نفس الوقت احنا بنبقى متولين عمليات الذبح لرؤوس الصدقات وان احنا نوزعها وفقا لقواعد البيانات اللي موجودة بالنسبة لنا كمؤسسة.